بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي. نستأنف مع أنديكي أن بوا دي طون، يعني أن تحدد نقطة من الزمن. طبعا كنا تطرقنا في السابق لهذا النص لا سان سو باس أون بريطان إلى آخره. طبعا كما نرى بأن النص هو مليء بمحددات زمنية، مثلا ميركودي 6 جانفي 2016 إلى آخره، مثلا أفان دوزوغ 30 مثلا إلى آخره، مي أوغ plus tard, dans la soirée, 8 jours plus tard, à minuit. إذا نتكلم عن مجموعة كلمات ومحددات تحدد نقط زمنية من الزمن. قبل هذا نتحدث عن الأسئلة. Quelle est la source de ce texte؟ إذا ما هو مصدر النص؟ De quel genre d'écrit s'agit-il؟ عن أي نوع من الكتابة يتعلق هو؟ طبعا النصوص نعرف أنها هي أنواع. إذن من أي نوع من الكتابة يتعلق هذا النص؟ إذن كلا لا سورس دو سو تيكست، إذن من أي مصدر هذا النص؟ إذن سو تيكست بيبلي لو 7 جانفي 2016، إذن هذا النص المنشور يوم 7 جانفي يناير 2016 اي تيكست خي، يعني أنه هو مأخوذ دان جورنال فرونسي ويست فرانس. إذن هو مأخوذ من جريدة فرنسية تسمى ويست فرانس. إذن فيما يخص نوع الكتابة كما ذكرنا الآن، دو كيل جون ديكري ساجيتيل، بأي نوع كتابة يتعلق هذا النص؟ إذن ماذا سنقول؟ إذن سنقول إل ساجي دان فديفار، إل ساجي دان فديفار. إذن نتكلم عن حادث كما نقول متنوع. إذن كما نرى بأن الأب حدثت له أزمة قلبية، والطفل ذو 5 سنوات أخذ دراجته في ليل مظلم وجو ممطر في محاولة لإنقاذ أبيه. كما نرى بأن الأحداث لا تتكرر كثيرا ولا يمكن إدراجها في القوائم التي ذكرنا فيما سبق، مثلا قائمة الأخبار الاقتصادية أو قائمة الأخبار الرياضية أو قائمة الأخبار الوطنية أو الدولية إلى آخره. لا يمكن إدراج هذا الخبر ضمن هذه القوائم. إذن سندرجه في قائمة تجمع الكثير من المتفرقات. إذن يتعلق الأمر بلو فديفار. سنقولون إل ساجي دان فديفار، إل ساجي دان فديفار. إذن يتعلق الأمر بحدث متفرق أو حدث متنوع إن صح التعبير. في السؤال الثاني عندنا كيل بريسيزيون أبورت ليز إكسبرسيون إكريت أون غرا. كيل بريسيزيون، أي تحديد؟ Quelle précision apportent les expressions écrites en gras? Quelle précision apportent les expressions écrites en gras? كما نرى في النص هناك بعض العبارات مكتوبة بشكل أسود. إذا نتكلم عن des expressions écrites en gras. إذا نتكلم عن عبارات مكتوبة en gras. يعني أن مكتوبة بهذا السواد. مكتوبة بشكل أسود أكثر من الكتابات الأخرى. إذن هي موضحة بشكل أكبر. إذن نتكلم عن des écritures en gras. إذن نتكلم عن des écritures en gras. إذن نتكلم عن كتابات بالأسود. طبعا الكتابات كلها بالأسود، لكن هذه بأسود زائد كما لو نقول. إذن نقول les expressions écrites en gras. إذن ces expressions sont écrites en gras. إذن هذه العبارات هي مكتوبة بالسواد الزائد. إذن كال بريسيزيون، أي تدقيق أو أي تحديد أبورت لز إكسبريسيون إكريت أون غرا. أبورت يعني أنها تأتي به. إذن هاد الكلمات وهاد العبارات التي نرى مكتوبة بالأسود أنها أكثر سوادا، عن أي دلالة تدل؟ أي تحديد تأتي به؟ إذن quelle précision apporte les expressions écrites en gras؟ كما نلاحظ mercredi 6 janvier 2016 الأربعاء 6 يناير 2016. إذن كما نحدد نقطة زمنية من السنة، من سنة 2016، ثم il est 22h30. إذن ندقق أكثر فنحدد نقطة من هذه النقطة. كما نقول إذن نحدد أكثر فنذكر النقطة الزمنية بشكل أوضح وبشكل دقيق زيادة. ثم عندنا
une demi-heure plus tard. نصف ساعة بعد ذلك. ثم dans la soirée. إذا نتكلم عن يوم ثم نتكلم عن dans la soirée في المساء. ثم عندنا à minuit عند منتصف الليل. ثم عندنا 8 jours plus tard. 8 أيام بعد ذلك. إذا كما لو نتكلم عن نقاط زمنية أو نتكلم عن أحداث تتطور خلال هاد الفترات الزمنية سنقول les expressions en gras. إذا هاد العبارات بالسواد donne des précisions. Donne يعني أنها تعطي c'est la verbe donner. إذا donne يعني أنها تعطي des précisions يعني أنها تعطي تدقيقا أو توضيحا sur la date حول التاريخ et l'heure وحول الساعة du fait divers. طبعا le fait divers نتكلم عن حدثين من هذا النوع الذي ذكرنا إذا يسمى le fait divers. إذا هذا الحدث الذي حدث والغير مألوف نحن نتكلم عن عبارات تعطي توضيحات زمنية خاصة بالوقت حول هذا الحدث. إذا مثلا كما قلنا mercredi 6 janvier 2016 22h30 assure le déroulement. Le déroulement مقصود به استمرارية كرونولوجيك كما نقول الترتيب الزمني. إذا نتكلم عن استمرارية الأحداث حسب الترتيب الزمني دو ليستواغ لهذه القصة. هاد العبارات تعطينا توضيحا حول التاريخ وحول الساعة الخاصة بالحدث. ثم assure le déroulement. Assure le déroulement chronologique. يعني أنها تعطينا توضيحات أيضا حول التطور الزمني chronologique كما نقول بأنه مرتب زمنيا كل حدث مرتبط بوقته وبالترتيب. Assure le déroulement المقصود هنا donne des précisions sur le déroulement chronologique de l'histoire. إذن هاد العبارات تعطينا أيضا توضيحات حول تطور الزمني بالترتيب الزمني كرونولوجيك دو ليستواغ التطور الزمني لهذه القصة. إذا هذه القصة تنذكروا كل حدث وقع فيها بالزمن الموافق لها. نقول في يوم كذا الموافق لكذا وكذا من شهر كذا عند الساعة كذا وكذا حدث كذا. ثم بعد نصف ساعة حدث كذا. ثم عند الساعة كذا وكذا حدث كذا. ثم عند الليل حدث كذا. وبعد ساعتين تدخلت فرق كذا إلى آخره. إذا نتكلم عن تتابع زمني لهذه الأحداث. إذا les expressions en gras donnent des précisions sur la date du fait divers. إذا العبارات بالسواد donnent des précisions يعني أنها تعطي توضيحات sur la date et l'heure du fait divers. تعطي توضيحات حول التاريخ والساعة du fait divers لهذا الحدث الغير مألوف. Mercredi matin 6 janvier 2016 22h30 matin assure le déroulement وتعطي توضيحات حول استمرارية assure le déroulement chronologique de l'histoire وتعطي توضيحات حول التتابع الزمني للقصة. مثلا l'histoire débute à 22h30 يعني أن القصة مثلا بدأت في 10:30 ليلا. une demi-heure plus tard. Une demi-heure plus tard, يعني نصف ساعة بعد ذلك, soit à 23h, بما يعني الحادية عشرة ليلة, l'enfant raconte l'effondrement de son père, qui a eu lieu dans la soirée avant 22h30. بما يعني في الحادية عشرة ليلا, الطفل يحكي سقوط أبيه, qui a eu lieu, الذي كان لوجود dans la soirée, يعني في المساء, avant 22h30 قبل العاشرة والنصف ليلا. grâce au petit garçon إذن بفضل الطفل الصغير le père est hospitalisé إذن الأب يعني أنه حمل إلى المستشفى très vite يعني بسرعة à minuit مع منتصف الليل. إذن كما نرى بأن هذه العبارات تتكلم وتصف تحديدا زمنيا لهذا الحدث أو تطورا زمنيا لهذا الحدث. 8 jours plus tard 8 أيام بعد ذلك il sort de l'hôpital هو يخرج من المستشفى. إذن كما قلنا بأن les expressions en gras donnent des précisions sur la date et l'heure.
du fait divers. Thomas et donne des précisions sur le déroulement chronologique de l'histoire. Et donne à la d'or de l'aide à l'ébarat. Thomas et donne à l'absoul Talit trace dans ton cahier un axe représentant le temps et place les dates et les horaires cités. Et donne trace dans ton cahier et donne orsum à la daftarika trace dans ton cahier et orsum à la daftarika un axe orsum khattan أو محورا représentant le temps الذي يمثل الوقت et place les dates et les horaires cités ثم ضع التواريخ والساعات المذكورة إذن سنضعها على هذا الخط طبعا سنرسم خطا ثم نضع سهما على الجهة اليمنى مثلا الطفل يحكي بأنه في المساء dans la soirée son père un agriculteur de la région s'est effondré inconscient dans la cuisine يعني أنه سقط مغشيا عليه في المطبخ ثم عندنا 22h30 حيث خرج جين فرانسوا بينو إذن حيث رأى الطفل إذن الأب سقط في المساء ثم خرج الطفل فالتقى بجين فرانسوا بينو عند 10:30 ليلا إذن نتكلم في هذه الحالة عن بريزون شارج دو كيفان تم الاعتناء بعد الطفل الذي يسمى كيفان ثم بعدها 23 غيسي دو كيفان إذن حكاية كيفان إذن كيفان يحكي للمسؤولين بأن أباه سقط مغشيا عليه بأنه خرج يبحث عن أمه أمينوي ثم عند منتصف الليل كما ذكرنا لوسبيتاليزاسيون دو بير إذن تم كما لو نقول استشفاء الأب المقصود أنه تم حمله إلى المستشفى ثم ويجور بلطار retour du père. إذن 8 أيام بعد ذلك عودة الأب. إذن كما قلنا mercredi 6 janvier 2016 l'effondrement du père. L'effondrement du père. Inconscient. إذن نتكلم عن سقوط الأب مغشيا عليه à 22h30 prise en charge de Kevin. إذن تم الاعتناء بكيفان ثم 23h récit de Kevin. Récit de Kevin. إذن نتكلم عن حكاية كيفان. المقصود بأن كيفا أغيسيتي سون إستوار يعني أن كيفا حكى قصته إذا نتكلم عن الغيسي دو كيفا إذا نتكلم عن حكاية كيفا قصة كيفا ثم كما قلنا أمينوي لوسبيتاليزاسيون دو بير إذا عند منتصف الليل كان نقل الأب إلى المستشفى تم نقل الأب إلى المستشفى وي جور بليطار 8 أيام بعد ذلك روتور دو بير à la maison. إذن عودة الأب إلى المنزل. إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.